بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يا شباب هنكمل برضو، احنا لسه بنكمل في موضوع ايه هي الامرجنسي اللي بتحصل during pregnancy، وممكن يبقى في لا قدر الله complication ومحتاجة ان انا الحالات دي بالذات احط دماغي عينيا في وسط راسي زي ما بيقولوا، والسرعة مطلوبة جدا 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 عشان to save life. بسم الله الرحمن الرحيم، فيما معناه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحضرتك كل حالة من الحالات دي من الحالات الخطيرة جدا جدا جدا، ربنا يعافينا ويعافيكم، اللي لازم بسرعة احنا كنرسس بسرعة نشتغل جري عشان نلحق ننقذ حياة الناس دي. طيب هنتكلم المرة دي على ايه؟ على الإكلامسيا. إكلامسيا تسمم حمل. يعني ايه إكلامسيا؟ تمام، وايه الكومبليكيشن بتاعتها، وايه يعني المفروض ان انا اعمل ايه المانجمنت والدنيا. يعني بريكلامسيا از ا سيريس كونديشن خطيره اوف بريكنسي ان ويتش ذا بلاد بريشر رايزز تو 140 اوفر 90 مليمتر مركري، تمام، اور هاير. الضغط بتاع البيشنت ده 100 اعلى من 140 90 اكومبيند باي بروتينوريا. لازم خد بالك احنا عندنا ثلاث حاجات، بروتين يوريا، يبقى لازم يكون في زرال في البول and the presence of protein in the urine، يبقى كومبيند لازم يكون في عندي اوديما، تمام، لازم يكون في هايبرتنشن، اوديما، بروتين يوريا. بريكلامسيا، الاكلامسيا حاجه تانية غير البريكلامسيا. طيب البريكلامسيا ثلاث حاجات، بلاد بريشر عالي، بروتين يوريا، اوديما في الجسم. اوكي طيب preeclampsia usually occurs after 20 weeks of gestation and resolves when the pregnancy terminates. طيب هو بيقول لك ان بعد 20 اسبوع في الناس ديت بيحصل موضوع preeclampsia، موضوع تسمم الحمل، وان هو ما بيخفش او ما بيروحش غير لما الست تولد. The syndrome may develop gradually، ممكن يحصل تدريجي، or it may appear suddenly without warning، يعني ممكن يجي لا قدر الله فجأة من غير أي مقدمات، أو ممكن يحصل gradually. okay طيب سبحان الله العظيم اشتغل يعني. اوكي طيب بسم الله. البري كلامسي كاتيجوريز، في عندنا كاتيجوري معينه ماشي، في مايلد بري كلامسي وسيفير بري كلامسي. مايلد يعني حاجه كده بسيطه، سلايتلي ليفيتد بلاد بريشر ليميتد بروتين ان يورين، هو في ارتفاع في بلاد بريشر والبروتين الموجود، خد بالك الارتفاع بيكون بسيط مش عالي، وليميتد بروتين ان يورين نسبه البروتين قليل. سيفير بري كلامسي از مانفيستد باي، طيب ايه هي ايه الحاجات دي بقى سيفير بالاكلامسي؟ هشوف ايه؟ بلاد بريشر اوفر او اباف 160 110، طيب جريتر ذان 2 بلس 2 بلس اوف بروتين ان يوريا، يبقى انا عندي الحاله دي سيفير بقى. امتى اقول عليها سيفير؟ لما يكون الضغط عندي 160 110 او اعلى. رقم 2 جريتر ذان 2 بلس، يعني اكتر من 2 بلس للبروتين يوريا. سيمتومز ريليتد تو اوديما، خد بالك اوديما اوف ذا بودي اوف ذا organs and decreased blood flow to the tissue، دي مصيبه سودة. ايه هو بقى؟ ان عدم وصول الدم الكافي للتشو، زي ايه؟ زي البرين، زي الكدني، تمام. النيرفس سيستم irritability، يبقى انا عندي السيفير ده اهي هيدخل لي على النيرفس سيستم، على ايه؟ الجهاز العصبي اللي زيته هايبر اكتيف ديب تندون ريفلكسز اند كلونس due to small changes in the fluid volume. A severe headache. الصداع فظيع. من الحاجات الخطيرة يا شباب اللي حضرتك لازم تكون عارفها من علامات الخطورة، ان هي الست دي تقول لك انا جاي، هي بس جاية تقول لك كده انا جاية من صداع، عندي صداع شديد في دماغي وهي حامل. May indicate the presence of cerebral edema، يبقى نتيجة ايه؟ وجود الأوديما فين؟ في المخ. طيب what is the causes of preeclampsia؟ The underlying cause of this disorder is unknown. السبب الرئيسي أنا مش عارفه. It appears that exposure to trophoblast tissue is the triggering
تريجر جاي من تريجر بوينت مثلا هنقول تريجر فاكتور تريجرنج فاكتور but it is the more it isn't known that it causes some that what causes some pregnant woman to develop sensitivity to tissue while other don't. هي بتقول لك ان ممكن يكون نتيجة ايه اللي بيحصل ان في زي حساسية من التروفوبلاست نفسها تروفوبلاست تيشو الخلايا بتاعت المشيمة نفسها او الخلايا دي بتدخل في اليوترين كالسي فبيعمل كومبليكيشن زي حساسية يعني بقول لك هي عمال يقول لك زي سنسيتيفيتي بس هما لغاية دلوقتي بيقول لك هو ليه في ناس عندهم سنسيتيفيتي للموضوع ده وفي ناس لا تمام ريسك فاكتورز فور بري كلامسيا والاكلامسيا بصوا يا شباب ايه هي العوامل انا مش عارف السبب الرئيسي هو كل دي تكهنات يعني عمال يقول يمكن يكون فاميلي هيستوري اوف بري كلامسيا والاكلامسيا معنى كده ان البنت اللي اختها او امها كان عندها بري اكلامسيا يبقى احتمال كبير يكون عندها النالي بارايتي الست اللي ما ولدتش قبل كده بري اكزيستنج ميديكال كونديشن لو الست دي بتشتكي من اي مشكله قبل كده زي كرونيك هايبرتنشن زي الضغط العالي تمام ومزمن زي سيستميك لوباس اريثروماتس زي رينال ديزيز زي دايبيتس يا شباب عايزه اقول لحضراتكم حاجه الست اللي كانت قبل كده عندها بري اكلامسيا فهي عرضه اكتر للحمل اللي بعد كده واللي بعد كده يكون اكتر من المره الاولى الدايبيتس تمام الرينال ديزيزز ده بيدخلها برضه في اكلامسيا اوكي وفي ستريك كومبليكيشن انكلود مالتيبل جستيشن الست دي حامل في توأم هاي دي تويد فورم مول مولر بريجنانسي اللي هو الايه الحمل العنقودي كارينج افيتس ذات ديفلوبس اريثرو بلاستوزيس فيتاليز كارينج فيتس الفيتس ده ديفلوبس بيكون الاريثرو بلاستوزيس اريثرو فيتاليز بعد كده الاكستريمز اوف ايج يعني البنت اللي صغيره لسه دوبك مثلا عمرها 16 17 18 سنه والست اللي هي الكبيره اللي هي فوق الايه ال 35 ده اللي بيقول لك يعني يبقى الاندر 20 ييرز اندر 20 ييرز انكريز ريسك اوف بروبابلي ديو تو ديو ان لارج بارت تو نالي بارايتي انكريز ريسك بروبابلي ديو تو ان لارج بارت تو نالي بارايتي يعني هو بيكتر في الستات اللي هم يا دوبك لسه ما خلفوش والاولدر زي 35 ييرز انكريز ريسك موست لايكلي ريليتد تو بريزنس اوف كرونيك ديزيزز هو بيقول لك ان فوق ال 35 سنه الناس دي بيكون عندهم اصلا كرونيك ديزيز زي الديابيتس زي البرانكيال ازما زي الدنيا يعني هارت ديزيز باثوفيسيولوجي ان ذا نورمال بريجننسي ا وومن بلاد بريشر داز رايز سيجنيفيكانتلي اباف ذا هير بيز لاين هو بيقول لك ان المفروض في الطبيعي الست الطبيعي ان الضغط بتاعها ما يعلاش عن البيز لاين بتاعها ان فاكت في الحقيقه during the second trimester the blood pressure decreases during the second trimester من اول 3 من 3 شهور الى 6 شهور المفروض ان هو البلد بريشر بيقل خد بالك عشان كده انا بقول للست وهي ما بتيجي تنام الست بتقول لك انا هاجي انام على ظهري احس بدوخه ليه لحد حضرتك البريجنانسي تمام والبوترس عامل ايه ضغط على الاورطه ديستندنج اورطه فعشان كده بتحصل بتحس بايه بدوخه عشان كده انا ببدا اقول للست ديت لما تيجي نامي على جنبك ما تناميش على ظهرك however in the pregnancy complicated by preeclampsia the blood pressure rises يبقى المفروض النورمال في النورمال بريجنانسي في السكند تريمستر البلد بريشر يقل الست اللي عندها بريكلامسيا او تسمم حمل لا الست ديت الضغط بتاعها بايه بيعلى The elevated blood pressure occurs because the woman's blood vessels becomes more sensitive to substances that cause vasoconstriction. The blood vessels نفسها الأوعية الدموية بتاعت الست بيحصلها vasoconstriction. بيحصل vasoconstriction لأن هي بتيجي بتقول إن هي بتبقى sensitive أكتر بتكون حساسة أكتر للمواد اللي بتعمل vasoconstriction دي في الأوعية الدموية. A condition that increase the peripheral resistance and blood pressure وبالتالي بيحصل البريفرال اللي هي المقاومة أو resistance المقاومة بتاعة blood vessels نفسها بتزيد فعشان كده blood pressure بيزيد معي This rise in pressure in reinforced when the kidneys respond to decrease the blood flow by releasing substances that rise blood pressure primarily
primary problem underlying the development of preeclampsia is generalized vasospasm. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل generalized vasospasm، الأوعية الدموية نفسها عامة بيحصل vasospasm. يعني ايه vasospasm؟ بتبدأ اللي هي تتقلص. spasm of الارتريز which affect every organ in the body. طيب تعالى متخيل كده حضرتك لما بيكون في تقلص في الأوعية الدموية. طيب هو تقلص يعني صغر الحجم، صغر القطر بتاعه. طب معنى كده هيعمل ايه؟ هيعمل decrease blood supply للايه؟ الفيتال اورجانز، زي مثلا البرين، زي مثلا الكيدنيز. اوكي، فازوس بازم كوزز جنرالايزد فازو كونستريكشن. طب شفت حضرتك بقى جنرالايزد فازو كونستريكشن هو اتش ليدز تو هايبرتنشن، يعني الموضوع كمان بيزيد بيعمل هايبرتنشن. زي اللي فاتت بلاد بريشر ادفيرسلي افكتس ذا سنترال نيرفس سيستم، القائد سنترال نيرفس. ديكريز البلاد سبلاي تو ذا كيدني، بيقلل ديكريز البلاد سبلاي تو ذا ليفر، ديكريز البلاد سبلاي للبلاسنتا نفسها. يبقى معنى كده ان البلاسنتا مش بيوصل لها دم، يبقى معنى كده ان العيل هيتاثر ولا لا؟ طبعا هيتاثر، ممكن يحصل انترا يوترين جريس ايه ريتارديشن. طيب فازو سبازم اولسو ليدز تو اندوثيليال دامج هو اتش كوزس ابنورمال كلوتنج. خد بالك تيني كلوتس، كلوتس صغيره جدا، كلوتس صغيره، جلطات صغيره، كوز دامج تو انترنال اورجانز سبيشالي ذا ليفر اند ذا كيدني. حضرتك بقى دلوقتي في فازو سبازم also leads to endothelial damage، في حصل يا جماعه دامج في الاندوثيليال، اندوثيليال سيلز مثلا، الخلايا اللي هي الاندوثيليال. طيب الخلايا دي يحصل فيها ايه؟ كوز ابنورمال كلوتنج، هي بيحصل ابنورمال كلوتنج دلوقتي، في تجلطات غير طبيعيه. الجلطات الصغننه الصغننه دي بتعمل ايه؟ بتبدا تدخل يعني موجوده في الفاسكولار سيستم، تبدا تعمل ايه؟ دامج، تقفل بلاد فيسلز مثلا او ارتري رايح للكيدني رايح للليفر، فتعمل معايا ايه؟ بروبلم كتيره جدا، تدمر معايا الكليه، تدمر معايا لا قدر الله الليفر. وطبعا لو الكلوتس دي جت في الشريان الرئوي يبقى خلاص شكرا، مفيش بلاد سبلاي، بيحصل له اكسجينيشن والدم بيقف على كده، والست دي ممكن تبقى ايمرجنس وتموت في ساعتها. اوديما اوف ذا تيشو، طيب يبقى معنى كده، معنى كده ان الخلايا نفسها يحصل فيها اوديما اوف ذا بودي اورجانز. يبقى عندي دلوقتي اوديما اوف ذا تيشو، بودي اورجانز او بودي اورجانز، بو اور بوث مي ريزلت فروم ذيس بروسيس. يبقى انا عندي دلوقتي الست هيبدا يحصل عندها ايه؟ اوديما. البلاد البودي اورجانز، البودي اورجانز زي احنا قلنا الفيتال اورجانز زي الليفر زي الكيدني زي كذا، يحصل فيهم ايه؟ يحصل فيهم مي result from the this process، هيحصل اوديما. اوكي طيب كلينيكال مانيفيستاشن، الست دي هتجي لك ايه؟ الست دي هتجي لك ايه؟ ممكن تجي لك بصداع شديد، تمام. يبقى اول حاجه اكلامسيا، الاكلامتيك فيت دي من اخطر الحاجات. خد بالك كلينيكال مانيفيستاشن اوف الاكلامسيا، البري اكلامسيا ما دخلتش في فيت سيلز، لسه ما دخلتش في تشنجات، لكن الاكلامتيك فيت اللي هي الايه؟ الاكلامسيا ديت بتكون ايه؟ بتكون فيها لازم يكون فيها تشنجات. يبقى اكلامتيك فيتس باسز ان ذا فولوينج ستيجز. طيب ايه هي المراحل بتاع الفيتس؟ اول حاجه البري مونيتور، البري ماتري ستيج، بري مونيتوري ستيج نص منت. يبقى اول حاجه الاي بيقول لك دقيقه، نص دقيقه اللي بيحصل فيها اسمها البري مونيتوري ستيج. الاي رول اب، العينين عماله ايه؟ بتلف، which twitches twitches of the face and heads and hands twitches twitches ثواني اي رول اب، العينين بتلف على فوق with twitches، ثواني اشوف كلمة twitches of the face. تشنجات. يبقى بيقول لك ان هي الاي رول اب، العينين بتطلع على فوق او كان هي بتبص لفوق كده، with twitches يعني تشنجات اوف ذا فيس
شنو جات لي الوجه والاي والايدي. يبقى دي اول حاجه، اول مرحله بتعدي بيها اللي هي نص دقيقه، نص دقيقه عشان جات العين بتبص على فوق. تاني حاجه ويز تويتشز، تويتشز يعني اللي هو تشنجات للوجه والايدي. بعد كده تونيك ستيج اللي هي نص منت، بتاخد برضو هاف منت. جنرالايزد تونيك سبازم، كل الجسم يحصل تونيك سبازم، شد جسم، شد في الجسم خالص. اند بيشنت بيكوم ساينوز، ساينوز يعني ايه بقى؟ بدا يحصل ازرقاق للجسم فروم اسفيكسيا ديو تو سبازم اوف ريسبيراتوري ماسلز اند ديفرام. يا جماعه احنا عشان ناخد نفس كويس لازم الماسلز بتاعت الديفرام بتاعتنا تبقى ريلاكسد، تمام. الريسبيراتوري ماسلز بتاعتي اللي هي يعني الريسبيراتوري ماسلز العضلات بتاعت التنفس بتاعتي والحجاب الحاجز يبقوا ايه، ما يحصلش فيهم سبازم. اما لو حصل تراكشن او حصل سبازم فيهم طبعا مش هقدر اخد نفسي، فتبدا الست دي تدخل في ايه، في ساينوزس او الازرقاق بتاع الجسم بتاعها. ذا تانج مي بي بيتد بيتن، خد بالك ان في المرحله دي هي اخطر حاجه، في حاجه خطيره جدا اللي هي يحصل ان تتقطع اللسان، تمام، بين ذا كليتشيز تيس بين الاسنان. يبقى انا عندي طب اخطر مرحله هنا ريسبيراتوري ماسلز دي، لو وقفت يا جماعه ممكن طبعا ما بيحصل اسفيكسيا اللي هو الست دي مش بتاخد نفس. طيب بعد كده كولونيك ستيج من 1 ل 2 مينيت، كونفالجن مي اوكير، تشنجات بتحصل، تانج مي بي بيتن، اللسان بيتقطع، فيس از كونجستد اند ساينوزد، الوجه كونجستد محتقن وساينوزد، بلاد ستيند فروم، بلاد ستيند فروث كومينج اوت اوف ذا ماوث، بيحصل ان في افرازات مرغيه رغوات بتطلع فيها بلاد شويه فيها دم من الفم. ستيروتس بريثنج يعني ستيرتوروس بريثنج، تنفس ماله بقى، اكيد متنفس غير منتظم مثلا. بيقول لك كان الصوت مش بياخد طبيعي، ستيرتر واس كانه في شخير شويه، شخير يعني كده يعني مش تمام. تمبريتشر مي رايز، درجه الحراره بتعلى. اند مي بي انفولانتري باسج اوف يورين اور ستول، البيشنت ده ربنا يعافينا ويعافيكوا بيكون غير متحكم في نفسه، فيقدر البراز يبدا يطلع منه والبول يطلع منه، ربنا يعافينا ويعافيكوا يا رب. جراديولي كونفانجل ستوبس، بعد كده الكونفالجن تبدا تخف واحده واحده. سينوزس باسز اوف اند بيشنت مي سينك انتو كوم، كوم انتو كوم يعني ايه سينك انتو كوم. يبقى جراديوال كونفالجن ستوبس، يبقى احنا هناخد بالكم احنا عايزين نقول المراحل دي واحده واحده تاني. ثواني بس هشوف لحضراتكم الكلمه دي معناها ايه. سينوزس باس اوف، السينوزس بقى بتخف اكيد. and the patient may think sink into coma، ممكن اكيد يكون يعني كان لو هي اكيد في هنا ايه نقص. gradual convulsion stop يعني هو دلوقتي البيشنت بالنسبه لي بيرجع وعيه، يعني هو اول حاجه الكونفالجن يعني التشنجات بيقل والسينوزس بيقل، والبيشنت دهوت بيقول لك يغرق سمك انتو كوما بقى، ان هو يدخل في ايه، في فتره كده مش حاسس بنفسه كانه في غيبوبه. اوكي بعد كده هي الكوما، هيت الكوما نمبر 4 بيقول لك فاريبل دوريشن ديو تو ريسبيراتوري اند ميتابوليك اسيدوزس، فاريبل بتختلف duration يعني variable duration الفترة بتاعتها بتختلف بتاعت الكوما الغيبوبة دي due to respiratory and metabolic acidosis sometimes deep coma occurs cerebral hemorrhage، ربنا يعافينا، and indicate poor prognosis. يبقى أنا عندي الكوما دي بتختلف على حسب respiratory and metabolic acidosis، حمضية ايه الميتابوليك اسيدوس. اند طبعا بيقول لك ان هي ساعات تبقى ديب لو حصل لا قدر الله نزيف في المخ، and indicate poor prognosis، التقدم بتاع الحالات دي بتبقى او الشفاء بتاع الحالات دي بتبقى مش كويس، بتبقى صعبه شويه. ربنا يعافينا ويعافيكم. طيب
طيب تعالوا بصوا يا شباب كده تاني، ايه هي الكلينيكال مانيفيستاشن اوف اكلامسي؟ الاكلامسي يا جماعه اللي بيحصل لازم يكون ضغط عالي، عشان نجاعات ضغط عالي، بروتين يوريا الضغط العالي بيكون اكتر من 160 على 110، بعد كده في بروتين يوريا اكتر من بوزيتيف 2، وبعد كده رقم 3 اللي هي اللهم صل على رسول الله اللي هي التورم في الجسم ماسيف، ماشي ماسيف اوديما، وبعد كده اللي هي المرحله الاخيره وهي اللي لازم يكون فيها كونفالجن او فيتس. تمام، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ما زلنا يا شباب بنتكلم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا يا شباب بنتكلم على الامرجنسي اللي بيحصل اثناء ايه الحالات الامرجنسية وايه الحالات الخطرة اللي بتحصل معايا اثناء يبقى انا عندي الاكلامسك فيت دلوقتي، الاكلامسك فيت اهو اللي هي التشنجات بتاعه الاكلامسيا تسمم الحمل بتدخل لي في مراحل. اول حاجه اللي هي البريمونوتري، البريمونوتري ستيج ده بتقعد نص دقيقه وبيكون الاي رول اب، العينين تحس ان هي بتقول لك تقلب عينيها على فوق، ويز تويتشز اوف ذات تشنجات للوجه والايدين، تشنجات للوجه والايدين، يبقى بتبدا الموضوع يبدا في الوجه وفي الايدين. رقم 2 تونيك ستيج اللي هي برده نص دقيقه، جنراليزد تونيك سبازم بيقول لك ان جسمها كله بيتجمد، جنراليزد بيبقى فيه شد في عضلي في الجسم كله، اند البيشنت بيكام ساينوزد بيبدا يزرق وبيكون نتيجه وممكن تعدل لسانها. رقم 3 بيقول لك ده من دقيقه لدقيقتين الكونفولجن اوكير، يعني احنا دلوقتي الاولانيه دي كانت شد في الجسم لسه، تمام؟ يبقى اول حاجه كانت رقم 1 دي العينين بتبص على فوق وشد في العضلات بتاعت الوش والايدين. بعد كده في التونيك ستيج، التونيك ستيج ده تونيك يعني جاي من ماسل تراكشن، ماسل سبازم، اوكي ماسل تونيك سبازم، تمام. بعد كده بيحصل الفيتس نفسها وبيحصل الكونفولجن نفسها، والبيشن ده ممكن يعض لسان الست دي تعض لسانها وفي رغاوي تطلع مدممه شويه كده من الفم وكونجست، ماشي تمام. وبعد كده بيقول لك ان جرادولي الكونفولجن دي بتبدا ايه تبدا تخف واحده واحده. طيب الكونفولجن دي بتستمر وقت قد ايه؟ من دقيقتين. بعد كده بيقول لك بعد كده المرحله اللي بعد كده تدخل في مرحله كوما، الكوما ديت بتختلف على حسب اصابه المخ، لو حصل لا قدر الله برين او سيريبرال هيموريدج ده طبعا بتبقى ديب والبروجنوزس بتاع الحاله دي بيكون بور بروجنوزس. بعد كده وات از ذا كرايتيريا فور ذا سيفيريتي اوف اكلامسيا، ايه هي الكرايتيريا بتاعتي عشان اعرف مدى خطوره الاكلامسيا بتاعتي؟ اول حاجه الكوما لو في اكتر من 6 ساعات. يا رب يا رب ارحمك يا رب يا نعمات، الله يرحمك يا قلب اختك، الله يرحمك يا قلب، الله يرحمك يا قلب، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجه لو الكوما اكتر من 6 ساعات يبقى بالنسبه لي انا مش حاجه الكلام ده مش كلام، يعني الحاله دي حاله وحشه، تمبريتشر فوق ال 39 يبقى معناها ان في نمونيا، اوكي التهاب رئوي. بعد كده سيستوليك بلاس بريشر لو اكتر من ال 200 يبقى بالنسبه لي برده ريسك اوف سيريبرال هيموريدج نزيف في المخ. البلس اكتر من 120 انديكيت رينال ايه رينال فيلير، ده دخلت معايا في رينال فيلير الله يعافينا ويعافيكم. انيوريا والارج يوريا انديكيت رينال فيلير، مفيش ده مفيش بول يبقى معنى كده مفيش بول يبقى الكليه مش شغاله. ريسبيراتوري ريت اقوى اوفر ال 40 بير مينيت ده انديكيتس النمونيا. مور ذان 10 فيتس لو هي دخلت من اكتر من دخلت في اكتر من 10 فيتس هي ستيتس مالها الستيتس ايه اكلامتيكس، يعني الحالة بالنسبة لي داخلة معايا في اكلامتك فيتس والدنيا. يبقى انا عندي دلوقتي ايه علامة الخطورة الكرايتيريا بتاع السيفيريتي او السيفير، امتى اعرف ان دي السيفير؟ لما بيكون اول حاجة الكومة بتزيد عندي اكتر من 6 ساعات، تقعد في غيبوبة اكتر من 6 ساعات، التمبريتشر بتاعتها اعلى من 39، حصل ان البلاد بريشر بتاعي البسط بتاعي اكتر من 200، البلس بتاعي اكتر من 120، ريسبيراتوري ريت تنفس اكتر من 40، بعد كده المور ذان 10 فينتس دخلت في اكتر مره اكتر من 10 مرات تشنجات. وات از ذا انفستيجيشن؟ اول حاجه لابوراتوري انفستيجيشن، طبعا انت بالنسبه لك اساسي تعمل يورين عشان تشوف ايه في زلال في البول ولا لا.
كدني فانكشن، لازم تشوف الكدني عندك شغال ولا لا. فعشان كده بتعمل يوريا وكرياتينين، تمام، وبتعمل يوريك اسيد، بعد كده ليفر فانكشن. انت ليه بتعمل ليفر فانكشن؟ عشان نشوف الاكلامسك فيتس دي بدات تاثر معايا على الليفر ولا لا، بالروبن والانزيمز بتاع السكيبت وسجوت وسكيبت. بعد كده بعمل السي بي سي والهيماتوكريت والهيموليسيس وبليتلت كاونت كواجوليشن بروفايل بريدنج والبريدنج والتايم كلوتن بتايم والانفستيجيشن تايم سيتي سكان عشان اشوف لو في نزيف في المخ سيربرال هيموريج، الترا سونوجرافي تو دايجنوز الجستيشنال ايج. طبعا بشوف بالالترا ساوند بشوف فيتال لايف العيل عايش ولا لا، البرزنتيشن اوريجادرامنس الانتروجران جروس ريتارديشن، طبعا ده كله بشوفه من الالترا ساوند، بشوف العيل عمره قد ايه وهو عايش ولا لا، وهو عايش البرزنتيشن بتاعه راسه لتحت ولا لفوق، الجا هيدرامس لو في اي الجا هيدرامس العيل دوت انترا جراشن انترا يوتراين جروس ريتارديشن كل الكلام ده، او انترا يوتراين فيتال ديس العيل ده متوفي، بلاسنتا او ريترو بلاسنتا هيماتوما. طبعا من الحاجات الخطيره برضو التشنجات دي، ممكن تتخبط في اي حاجه فتعمل بلاسنتا هيماتوما، ممكن تعمل ابروش بلاسنتا والكلام ده. بعد كده potential complication of clamsic seizures activity. اول حاجة ممكن يحصل ايه complication، ايه المضاعفات بتاعت الارتفاع ضغط الدم I'm sorry يعني انا قصدي اللي هو ايه تسمم الحمل. اول حاجة cerebral hemorrhage نزيف في المخ، stroke، hepatic rupture اللهم عافينا يا رب، abruption placenta fetal compromise and death of the woman or fetus. يا رب عافينا يا رب، انا لله وانا اليه راجعون. treatment of eclampsia general and first aid measures، اول حاجه isolation in a single quiet semi dark room eclampsia room. طبعا حضراتكم لازم تكونوا عارفين ان في حاجه اسمها غرفه الاكلامسيا وغرفه تسمم الحمل موجوده في المستشفيات. الغرفه دي لازم تكون في مكان هادي جدا، يكون الاضاءه فيها قليله جدا عشان ما يعملش ستيميوليشن للنيرفس سيستم بتاع الست دي وكل شويه دخلها في تشنجات. ممنوع الزياره على الست ديت، لازم يكون بوفر جو هادي، الغرفة منفردة ما تكونش في وسط الغرف بتاعت الناس او كده، تبقى سرير لوحدها. An efficient nurse should be present. Efficient nurse مش أي حد، ده أي مش أي واحدة. The following equipment must be present. Oxygen source. Oxygen لازم يكون موجود جنبها. Airway. الست دي ممكن تدخل في تشنجات، يبقى معايا Airway. Suction apparatus. شفاط عشان أعمل لها تشفيط لو هي الست ديت بدأت تحصل في تشنجات، وبعد كده أبدأ أشيل الإفرازات عشان ما يحصلش نومونيا. Blood with movable head and legs. with limb toys. السرير نفسه ممكن اقدر اشيل الايه الراس بتاعته، ممكن اشيل بتاع دي، ممكن كمان السرير نفسه يا جماعه يكون السايد ريز بتاعته يكون مبطنه بحيث ان الست ديت لو دخلت تشنجات ما تخبطش نفسها، او لو اتخبطت في حاجه زي مخده مسند فتبقى الخبطه بسيطه يعني. Ensure patient airway with tracheal and bronchial suction. طبعا انا لازم بتاكد ان الاير واي مفتوح، مجرى التنفس بتاعي مفتوح، وستريكيال اند برونكيال سكشن لو انا احتجت لتشفيط بشفط. بوز بيشنت ان ذا ترندلنبرج بوزيشن تو افويد الاسبيريشن اوف سكريشن. في المرحله ديت الست دي طالعه من تشنجات، فالمفروض ان انا اقوم قلب السرير. يعني ايه قلب السرير؟ يكون مستوى رجل المريض اعلى من مستوى راسه بحيث ان الافرازات اللي هي طالعه اثناء الموضوع ده كله، الافرازات دي كلها ما تدخلش على الرئه وتعمل لي ايه نمونيا. انسرت كاتيتر، طبعا بحتاج ان انا يورينرا كاتيتر، بدخل قسطره بوليه عشان ادخلها عشان اعرف كميه البول اللي خارجه فيه ولا لا. ناثينج بير ماوث اند فلويد شورت، طبعا مش بدي للست دي اي حاجه بالفم، تمام، لان ممكن تعمل ترجيع فومتنج فيحصل اجزاء من الفومتنج تدخل في الريسبيراتوري سيستم فيحصل معايا ايه كومبليكيشن. وات از اوبزرفيشن، حضرتك المفروض تعمل ايه ملاحظه لايه؟ اول حاجه البالس تمبريتشر، لازم حضرتك تبص العينه دي اصلا لابد ان هي تبقى تحت عينيك دقيقه بدقيقه. اول حاجه البالس لازم اعرف النبض بتاعها، مش احنا متفقين ان لو النبض عالي يبقى معنى كده دي داخله في مشكله؟
تمام. فاكرين لما كنا بنقول 120 اكتر من 120 لو التمبريتشر اعلى من 100 من 39، لو البلاد بريشر السيستوليك بتاعه اعلى من 200، ريسبيراتوري ريت تمام، ليفل اوف الكونشسنس اند ديوريشن اوف كوما بالنسبه لي خطير جدا، ان انا لابد ان انا اشوف الكونشسنس بتاعها عامل ازاي. فيتال هارت ساوند، لازم اسمع نبض البيبي. يورين اوت بوت، كميه اليورين قد ايه، والالبومين يوريا موجود ولا لا، والنمبر اوف كونفالجن، والفول لابوريتوري انفستيجيشن، كل الانفستيجيشن المفروض ايه اعمل. نيزو جاستريك تيوب مي بي انسرتد، انا ممكن احتاج اللي هي ايه اللي هي النيزو جاستريك تيوب. بعد كده سيديشن ممكن ادي للست دي مورفين من 10 ل 20 مللي جرام، انترا ماسكولار زين 200 باي الدازيبام تمام، 10 مللي جرام اي في اور اي ام افري 8 اورز. كنترول اوف الكونفالجن اند البريفنشن اوف فارذر اتاك. طيب انا دلوقتي اتحكم في الكونفالجن اللي ممكن تيجي بعد كده ايه، اول حاجه اللي هو المغنيسيوم سلفيت، وبعد كده بدي سيديشن، وبعد كده سترونج ان ستورجان اوف ميثود، مش عارفه يعني زي يوز اوف المورفين اند المغنيسيوم سلفيت. هما الدكاتره بقى از دكتور اوردر من ماشيين على الايه، بس انا لازم اشتغل كويس جدا واخد بالي من المغنيسيوم سلفيت عشان الريت بتاعه لابد ان انا اخد بالي كويس جدا منه. بعد كده كنترول اوف الهايبرتنشن، لابد انا مشكلتي الاساسيه هي البلاد بريشر العالي، فابدا ان انا اعمل other drugs. ايه الادويه التانية؟ بروفلاكتيك ديجيتاليز تو جاردز اجينست ذا هارت فيلير، ديجيتاليز انتبيوتيك فور الانفكشن عشان العدوى، اي في جلوكوز 25% از ليفر سبورت، بدي عشان الليفر تمام، انكريز اليورين اوت بوت، انكريز اليورين اوت بوت اند امبروف الهيمو كونسنتريشن تركيز الايه مش عارف. ادمنستريشن اوف المغنيسيوم سلفيت، اول حاجه الاكشن اوف المغنيسيوم سلفيت هو ايه اصلا فايدته، ديكريز الاسيتي الكولين ريليز باي موتور نيرف امبلس زير باي ديبريس سنترال نيرفس سيستم اند، يبقى احنا بناخد بالك عشان النقطه ديت مهمه جدا، ان انا بعمل ديبريسز السنترال نيرفس سيستم اند بروفايد انتي كونفالجن ايت انتي كونفالجن اكتس preferably as vasodilator، بيدخل على، يبقى خد بالك، يبقى هو شغال دلوقتي مغنيسيوم سلفيت بيشتغل على انه بيعمل لك ديبريس للسنترال نيرفس سيستم، يعمل ديبريس مش عارفه انا اقول بالعربي، يعني يوقف توقيف او يهدي السنترال نيرفس سيستم، يهدي الجهاز العصبي المركزي. رقم 2 تدخل على الاوعيه الدمويه الطرفيه، يعمل vasodilation، هو لما يعمل vasodilation هيحصل ايه؟ هيحصل ان ضغط يقل، ويست ترانزنت ديكريز ان بلاد بريشر، ان هو يؤدي الى ايه؟ انخفاض في البلاد بريشر. انتي هايبرتنسيف، يبقى هو انتي هايبرتنسيف يعني مضاد للضغط العالي. امبروف السيريبرال سيركوليشن اند برفيوجن، بيظبط كميه الدم او يزود كميه الدم اللي رايحه للمخ فبتكون كويسه. انهبت سبليتلت اجريجيشن انهبتس، يقلل مشكله البليتلت الصفائح الدمويه. الدوز بتاعته انيشال دوز، الجرعه المبدئيه او الجرعه الاول، اول جرعه من 4 ل 6 جرام ان 100 مللي سوليوشن، يبقى اول حاجه انا بجيب محلول بيكون 100 مللي بس وبدي فيه 4 ل 6 جرام تمام. ار جيفن اوفر 15 ل 20 مينتس، في خلال 15 دقيقه ل 20 مينتس. مينتيننس دوز، لو انا همشي بقى على المينتيننس دوز بقى بواحد لاتنين جرام كل ساعة باي اي في دريب، يبقى كل ساعة بدي من واحد لاتنين جرام في الساعة باي اي في دريب. بعد كده اي في ريجمن اي ام العضل تمام. انيشيال دوز بتكون 10 جرام ار جيفن ديبلي انتراماسكول، 5 جرام ان اتش باتوك. يبقى انا عندي دلوقتي الحالة دي لو بديها عضل بدي 10 جرام، 5 في الناحية دي وفي المصل في الباتوك دي وخمسة في الباتوك التاني. مينتيننس دوز 5 مللي جرام كل 6 ساعات، 5 مللي جرام في كل 6 ساعات. نوت، خد بالك التوتال دوز في المغنيسيوم سلفيت شودنت اكسيد 24 جرام ان ال 24 ساعة، يبقى ما يزيدش عن 24 جرام في ال 24 ساعة تمام. يبقى انا عندي دلوقتي عرفت المغنيسيوم سلفيت، قلت ان هو اولا بيهدي الجهاز العصبي،
بيزود كمية الدم، بيزود كمية الدم اللي رايحة البلاد سبلاي اللي رايح المخ، فبيعمل بلاد كويس للمخ، بيعمل لي بريفرال فازو دايليتيشن، فبالتالي هو بيقلل الضغط. نبدأ بالجرعة بتاعته، بنتكلم من 4 ل6 جرام انيشيال دوز على 100 سنتي محلول محلول، بيتاخده في 15 دقيقة ل20 دقيقة. بعد كده بمشي على من جرام ل2 جرام كل ساعة باي اي في دريب بمحلول، تمام. لو انا باخد عضل بدي 10 جرام عضل، 5 سنتي او 5 جرام في الناحية دي في المصل دي، وخمسة في الناحية التانية، والمينتيننس دوز 5 جرام كل 6 ساعات، تمام. المهم في اخر اليوم ما يزيدش الجرعة بتاعتي على 25 جرام في ال 25 ساعة، في ال 24 ساعة، ام سوري، ما يزيدش 24 جرام على 24 ساعة. Termination of pregnancy، كان في دكتور بيقول لنا ايام الشرح في الكلية، بيقول لك معنى ان في بريكلامسيا معناها علاجها هو termination of pregnancy، انهي الحمل. المسج بتاعتي as a rule vaginal delivery a rule is safer and better than cesarean section، بيقول لك احنا ممكن نثبت حاجة او قاعدة اساسية ان الولادة الطبيعية اسهل وأأمن من القيصرية. عايز اقول لحضراتكم في الحتة دي يا شباب، هو النورمال رينج او المفروض ان منظمة الصحة العالمية قالت لك ان المفروض السيزاريان سيكشن المفروض لأي بلد في الدنيا ما يزيدش معان 15% من 10 ل 15%. حضرتك دلوقتي احنا وصلنا للسيزاريان سيكشن الى حوالي، حضرتك دلوقتي حوالي 85%، مصر حوالي 85%، 86%، كل 86% كل 100 حالة يولدوا 86 قيصرية، و 16% طبيعي، ليه ما عرفش، تمام. طبعا سوء استخدام العلم، سوء استخدام القيصرية، الدكاترة اللي مش بيراعوا ربنا، الست اللي بتستعجل، البت اللي بتتدلع الدنيا يعني. طيب يبقى خد بالك، بيقول لك رول از رول از رول فاجينال ديليفري از سيفر اند بيتر ذان سيزيريان سكشن، ارتفيشال رابشر اوف ميمبرين اند بي تو سين دريب. ببدا ان انا اعمل افتح كيس الميه، وابدا ان انا ادي ايه اوكسيتوسين او سنسرون كده. بعد كده المرحله الثالثه اللي هي سيزيريان سكشن، لو انا عندي اي بروبلم، الست دي والده قيصريه قبل كده، الست ديت عنق الرحم ما بيفتحش، ما فيش استجابه، تمام، اوبستراكتد ليبر، دنيا يعني. طيب مايلد كيسز 38 اور مور، خد بالك بيقول لك المايلد كيسز، الحالات اللي هي الست دي حامل 38 اسبوع يعني خلاص في الشهر التاسع اور مور، ترمينيشن اوف بريجنسي من غير كلام، يلا ادي طلق وولد. لسه 38 اسبوع كونسرفاتيف تريتمنت، بيقول لك ان انت بتحطها تحت الملاحظه، اند ذن ترمينيشن اوف بريجنسي 38 ل 40 اسبوع، اند دونت الاو البيشنت تو باس تيرم، ما تخليش الست دي تعدي ميعادها، لابد ان انت تولدها، انت بتحطها اندر اوبزرفيشن، بس تكون الحاله كويسه والعيل كويس والدنيا متظبطه والضغط اتظبط، بحطها تحت الملاحظة وأولدها في خلال من 38 ل 40 أسبوع وما عداش. طبعا احنا مش هنعديها لأن احنا عايزين نولدها ونخلصها من اللي هي فيه. بعد كده سيفير كيسز، طب الحالات اللي هي فيها سيفير بقى، الحالات الخطرة، قال لك أكتر من 34 أسبوع أور مور بريفنت كونفالجن، أهم حاجة بالنسبة لك يا باشا وقف التشنجات، كنترول هايبرتنشن، ظبط الضغط، بريبير سنترال سنتر فور البريماتيور بيبي and termination of pregnancy. قال لك اعمل بقى لو هي 34 اسبوع او فيما فوق، ابدا جهز الحضانه بتاعتك وابدا يلا خلص البريجنانسي عشان خاطر الست دي ممكن تموت مني. طيب لو هي 34 اسبوع او اقل، بريفنت كونفالجن، امشي برضو ادي حاجات انتي كونفالسنت، كنترول الهايبرتنشن، اند ستابلايز ذا بيشنت ذن ترمينيشن اوف بريجنانسي، يعني ظبط حالتك الاول، تمام. لو الحالة استقرت اوكي ممكن تكمل معاه. طب افرض ما كملتش خلاص يلا انهي وولد عشان ما تموتش. مانجمنت ديورنج ليبر، المانجمنت ديورنج ليبر يا شباب، وذ اونست اوف ليبر جيف الاي في هايبوتنسيف اند سيديشن، انا بدي حاجات طبعا في قلل الضغط، ذا بيشنت ماست بي ات ريست وذ اوكسجين سورس، بديله اوكسجين، سيتيديت اوكسجين اند اذر ايكويبمنت فور تريتنج فيتس،
خد بالك ان انت لازم الست دي ممكن تدخل منك تشنجات، فبنديلها ترين ماتيرنال كونوبسرفيشن، ماتيرنال اوبسرفيشن كونتينوس الكترونيك فيتال مونترنج، لازم عينيه على البيبي وكل شويه اسمعه تمام. بعد كده ابيديورال انستيزيا از ذا بيست فور بوث سيزيريان سكشن اند فاجينال دليفري. قال لك ادي ابنج نصفي، ما تديش للولاده الطبيعي او القيصريه الاثنين. افويد ستريننج ان ذا سكند ستيج، ما تخليش الست دي تحزق تمام. شورتن سكند ستيج، طبعا ادي تسنتسونان، ادي حاجه خلي الست دي تولد بسرعه، لان لو دخلت في السكند ستيج في الولاده وهي بتحزق وممكن تدخل في كونفالجن. نو ارجومترين بوست بارتم، يا جماعه ممنوع منعا باتا اي واحده تكون حامل ضغطها عالي اثناء الولاده تاخد مسرجين، ممنوع منعا باتا. المسرجين يا جماعه غلط مع الضغط العالي. المغنيسيوم سلفيت ستوبت 24 تو 48 ساعه بوست بارتم، بوقف المغنيسيوم سلفيت خالص لمده 24 48 ساعه. بعد كده مانجمنت ديورنج سيزيريان بيست دون 4 تو 6 اورز افتر ذا لاست فيت. المفروض ان انا ما ابداش اعمل قيصريه، احسن حاجه بيقول لك ايه المعدي على ما بيعدي على الكونفالجن اللي فاتت، او اللي هي يعني ايه كونفالجن؟ اللي هي التشنجات بتاعت اخر واحده لازم يعدي عليها 6 ساعات، من 4 ل 6 ساعات. بيست انستيزيا از ابيديورال، بدي ابيديورال ما بديش جنرال انستيزيا تمام؟ صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتكلمنا على تسمم الحمل، اتكلمنا على البريكلامسيا والاكلامسيا والكومبليكيشن بتاعتها والمانجمنت بتاعتها والدنيا، اتفضل لنا حاجه بسيطه هنتكلمها في محاضره ثانيه ان شاء الله. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.